تبقى قالت لي سليمان راه ضاع، خلعتني صحاب لي ضربات شي طوموبيل، قلت لها فين هو ضاع؟ قالت لي راه ما رجعش، قلت لها باقي المغرب دابا غيجي، قالت لي لا والو سليمان ما عمرو بقى بحال هاد الساعة. البوليس كيهضروا مع ديك العساس كيقولوا علاش ما درتوش الزام، كيقولوا راه كيجيو كيلعبوا هنايا العواول كنجريو عليه، وملي كتعرف كيعملوا العواول كيطلعوا يجريو هنايا، علاش ما تجربش ولا دير تعس على ديك الفوسي؟ والسيد ما جا عندي ما سق سماع عزه بحال الا مثل الدبانه هنا. شوف هذا الشيء طبق القانون على هذا الشيء، راه هذا الشيء منكر، هذا الشيء الولد خصو ياخذ الحق ديالو، ما يمشيش غايدا كوزا كل شيء. الاخت باقي ما اللي حضرت هنايا اللي عندها داك التصاور باقي ما لاطش شي مره، المراه راه هي عشان السلام عليكم. انا سي اسمي خمليشي محمد، ولدي توفى هنايا في هذه الحومه هذه القنبوريه، توفى نهار 12/12/2022، وباقي دابا باقي الملف في المحكمه. العيل ديالي خرج ما عرفش كيفاش وقع له، خرج من الدار مع العصر، كان الاثنين ما قراش في الصباح وخرج مع العصر صافي، من ثم ما شفناه. انا خرجت مع صليت العصر وخرجت، خليته باقي ما دخلش للدار، خرجت مشي قديت شي شغل، رجعت للدار مع المغرب ما جبرتش المراه في الدار، جبرت العواول قلت لها فين ماك؟ قال لي راه خرجت تقلب على سليمان. قالت شي حاجه هي دخلت كتبكي، قالت لي سليمان راه ضاع، خلعتني صحاب لي ضربات شي طوموبيل، قلت لها فين هو ضاع؟ قالت لي راه ما رجعش، قلت لها باقي المغرب دابا غيجي، قالت لي لا والو سليمان ما عمرو بقى بحال هاد الساعه. صليت المغرب خرجت، انا بقيت كنقلب هنا في الحومه كامله، ساريت الحومه العائله عيطت لهم حتى واحد ما مشى عنده. على العشيه ولد الكوميساريه قالوا لي في الصباح طلع للدائره 8، في الصباح ملي طلعت بقيت تما حتى العشرة، العشرة ولا 11 عاد جا الرئيس، عطيت له التصويره ديالو لا كارت، قال لي خصك تجيب الحاله المدنيه. انا جيت للدار جبت واحد الاخت جات مني ما كادا مع النساء هنايا، قالوا لها واحد السيد عنده هنايا كاميرات، مشاو شافوا داك الكاميرات جبروا راه باقي انا باقي عندي داك التصاور عند الاخت، جبروا طلع عايد لهاد خرجوا عايد طالعين لهنايا، طلعوا ليهم جبروا التنكله ديالو مسيبه مع ديك البحيره تما مع ديك اللساس. انا زيت لي حاله مدنيه خارج العيل جا كيجري قال لي با سليمان جبروا التنكله ديالو، صافي تصدمت تسيب التنكله الحاله المدنيه، طلعت لهنايا الغيوصات كانت الشتا طايحه، جبرت الناس مجموعات ما عيطنا للمقدم، جاو جا المقدم القايد شتويا جا البوليس عيطوا لذاك الوقايه المدنيه، بقيت انا جالس باقي عندي التصاور هنايا، بقيت جالس فوق منو منين جبدوه جالس تما كنقول واه واه هنا صافي. بقاو البوليس كيهضروا مع ديك العساس كيقولوا علاش ما درتوش الزام، كيقولوا راه كيجيو كيلعبوا هنايا العواول كنجريو عليه، وملي كتعرف كيعملوا العواول كيطلعوا يجريو هنايا، علاش ما تجربش ولا دير تعس على ديك الفوسي؟ والسيد ما جا عندي ما سق سماع عزه بحال الا مثل الدبانه هنا، ما باقي خدام دابا التراكس باقي خدام، راه باقي خدام باقي كيحفر فيه ما تولي. هو عنده هنا خاصو يدير السياج، السياج فيه جوج متر، وانا شفته في دفتر التحملات، شفته في دفتر التحملات عنده هنا يدير جوج متر عالي، هو ما دارش حتى سلك واحد ما داروش، حتى داك الخيط الاحمر ما داروش، حتى جينا نجبدوا العائل عاد جابوا واحد السيد تدورنا هايل، صافي جبنا العائل جاو البوليس هبطوني معاهم، انا خليته باقي تما. مشيت عند البوليس ملي رجعت في العشيه جبرت التمرو داك الشيء كامل، قلت واحد الربع ايام مشيت عند الكوميسير قلت له كيفاش عند الرئيس، قلت له خصني داك الملف هنا، قال لي صافي نهار ثلاثه غاجي باش نطلعوا للمحكمه. مشيت عندهم طلعنا للمحكمه قالوا شي سيمانه ورجع، بقيت سيمانه مشيت عندهم معاه وقالوا لي باقي ما سينيهاش وكيل المالي. جيت واحد اليومين مشيت عطاو لي واحد الورقه باش جبتو المحكمه الابتدائيه هنا في الحومه، دابا قالوا لي حتى نهار ثلاثة عاد غنمشي نشوف شنو كل شيء. الاخت باقي ما اللي حضرت هنايا اللي عندها داك التصاور باقي ما لاطش شي مره، المراه راه هي عشان قلتي لي بان واحد واحد التفاصيل مثيرة بان النهار اللي خلق فيه نهار اللي مات، النهار اللي خلق خلق نهار 15/12 خلق، حنا دفناه نهار 15/12 بيناتو وبين الخلق
المهم نهار رجع للطراب نهار خلق ميمه. حنا شفنا الكاميرا واحد العايل طلع معاه وداك العايل ملي مشاو للبوليس عطيت لهم السيدي قالوا لي ما تسقسيش فيه انت ما تاذيش حنايا اللي غنتكلفوا به. دابا باقي ما شت والو داك العايل واش عملوا معاه الاستجواب ولا ما عملوش ولا ما واش كان معاه كان كيعوم ولا دفعوا ولا طاح دفعوا داك العس ما عرفتش انا شني قالوا العايل مستحيل يمشي يعوم في ديك الساعه الشتا كانت كطيح والعايل عندي ما عمرو مشى يعوم حتى في البحر داك النهار يمشي يعوم في الغايس مستحيل. خاصني الحق دبني يتاخذ الحكومه خاصها تشوف هذا الشيء تطبق القانون على هذا الشيء راه هذا الشيء منكر هذا الشيء الولد خاصو ياخذ الحق ديالو ما يمشيش غايد هكا وصافي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.